الوليد دبرناني على خدمه قال لي غدا فراك تعلم هاي الجهه سكن الوليد يلا الوليد عازي تاك زيد. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا لواحد المعصره غير ديال الزيت الزيتون. الوليد ما عمرو شاف المعصره ديال الزيتون بحال كيتعصر. زيت العود لي طبيعي 100% كيتعصر قدام عيني. شكون اللي جابنا؟ جابنا الحسن. اه هو هنا بلاصه كاينه هذه في طمازوز. طمازوز كما كتشوفوا هنا بزاف ديال الخناشيب ديال الزيتون باقي ما تعصر ما والو. هادو ديال الناس ديال القبيله كيجيبوهم بحال قلتي معصره، كتجيب الخناشيب ديالك ديال الزيتون وكتجيبهم معصره هنا كيعصروهم ليك، وداكشي اللي خرجوا في الزيت كتاخذوه ولا كتبيعوه ولا كدير اي حاجه. وداكشي اللي جينا حنا اليوم غادي نشوفوا كامل داكشي اللي كيديروا هنايا وناخذوا الزيت طبعا. ليتس جو. الزيت هاهي الزيت ديالو. الزيت ديال القناه كيف؟ واه زعما نكملها كامله الزيت. صراحه انا عزيز علي شي حاجه كتكون ناتورال وكنبغي نجي نشوفها بعيني باش نشريها. الزيت بحال هكا. اول عمليه كيديروها كيلوحوا الحب ديال الزيتون في هذه الماكينه والزيتون بالعظم ديالو. الطريقه الثانيه كيديروهم باش يكونوا واجدين للمعصره. من بعد كيجيبوا لهاد الماكينه كتضغط عليهم مزيان وكيخرجوا لينا زيت العود. ما كاين ما احسن تجي المعصره ديال الزيت الزيتون وتشوف بحالاش كيتصنع وبحالاش كيصاوبوه وتاخذو طبيعي 100%. كنصح اي واحد اللي كيعزيز عليه زيت العود يجي لاي معصره كاينين هنا. دابا هاد المنطقه قاسميتها طمازوز. طمازوز فيها بزاف ديال المعصرات. اجيو لهنا ياخذوا الزيت الزيتون ديالكم. وصراحه اللي المذاق ديالو زيت الزيتون طبيعي. هي الحسن كتاخذ زيت الزيتون من عندهم ديما. لا انا اخويا يوسف تنشري الحب وكنعصرو. كنشري الحب كنمشي ديال الماكينه نعصرو. يطلع لك رخيص شويه. شحال كاع تقريبا كيطلع لك الا شديتي؟ الا رخيص الحب تيطيح لك الزيت حتى 15 درهم اللتر. 300 ريال. 300 ريال لتر. 300 400 الا رخيص الحب. الصراحه كما قال لكم الحسن هاد الناس ديال المنطقه هادشي اللي كيديروا بزاف. كما شفتوا دوك الحبوب اللي صورنا لكم هادوك ديال الناس ديال هاد المنطقه هادي كيجيبوا الزيتون وكيحطوه في المعصره هنا باش يعصروهم ليهم كياخذوا الزيت رخيص بزاف. بحالنا حنا ما جبنا لا زيت ولا والو، يعني كنشريو الزيت من عندهم. بحال هادو حنا خديناهم 900 ريال لتر وداكشي طبيعه الحال كل معصره والثمن ديالها. الا مشيتي للمدينه كتلقاه غالي واحد شويه. ها هو الحسن دابا جا الدوار ديالو. ها الحسن لاباس بلا كاني فلوسن مرحبا. مرحبا بكم اخويا عندنا. الف مرحبا. شحال مترو كاين هنا؟ 4 مترو. 4 مترو صافي فاش كاين الماء. جينا الدار ديال الحسن باش يورينا بحالاش كيعيشوا هذا وبحالاش الناس كيعيشوا ديال الوريكا. الصراحه قربت ندير ليها هادي. تدير ليها هادي على حسن باش ما تردش ديك ما كتنطح ولا شي حاجه. لا لا رايح هذاك. الوالده هي اللي كتحل بينا. واجا غتجيب حليب وكلشي. صراحة كنتي في المدينة ما عادش تشوف هذا الشيء. اش عندنا حنا ودي الصداع؟ كلشي طبيعي. كلشي طبيعي. بحال برقوق زيت العود. هذا هو اللايف ستايل اللي خصها تعيش كمغربي. انت مغربي ماشيش بالطوموبيلات الواعرين ولا اي حاجة. كاين اللي عنده لهنا أحسن من مولداك اللي عنده الطيارة. الصراحة والله العظيم. يمشي هنا تبارك الله. الصراحة. خاطو صحيح 98 عام يهز لك 50 كيلو 100 كيلو. الصراحة. ويطلع بها الجبل.
أبغى أدوك لعند الطيارة ولا عند الفيلا ولا عند كل هذا كذا جوج كيلو. يقولك هي المصرار بيا هذه. صافي دابا راه الوالد رجمه هنا بغى يخدم هنا واحد الفيرما خاصهم خدام. ها أنا خدم معه ودي. مع الوالد. صافي الوالد دبرنا ليه خدمه هنايا ان شاء الله غادي يخدم مع الوالد ديال حسن يفرق الحليب ويحرات وكل شيء. يلاه قول لي غير الفرق علاش دوك الناس ديال المدينه كتلقاهم ما يقدروش يطلعوا الجبل وكتلقى الناس اللي عايشين بالماكله ديال هنا وعايشين في الجبال كيبقى يطلعوا بحال داك الشيء عادي. علاش علاش حيت حنا ولينا كنعيشوا واحد المعيشه في المدينه معجازين صافي بالعجز طوموبيل موتور وكل شيء طايف الدواء وهداك الشيء بنادم كيمرض بالزربه والمشاكل اما هنايا كتلقى راحت البال بزاف ومع الطبيعه تبارك الله. واش شو رجع عنده 90 عام طلع الجبل بحال طلعنا بيدينا رجلينا قاعدين الدراري ما كنديروا والو اش بينا نديروا نقادوا الطرقان ديال الدوار اش حاجه دينا شحال من طريق هنا في وسط الدوار حيت انا هو الرئيس ديال الجمعيه ديال الدوار والدراري ديال الاعضاء ديالي حتى هما كنشكرهم حيت عندي الدراري هي صحابي انا اللي اختاريتهم فاش بغوني الناس ديال الدوار قالوا لي انت اللي بغيناك تكون رئيس الجمعيه داكشي مشيت انا اخترت الدراري اللي بغيت نتفاهموا باش نخدموا معاك نخدموا ماشي انا رئيس صافي ما كاين والو صافي نبقى انا رئيس صافي حيت انا نعطيهم فكره وهما يعطيني فكره واحد يعطيني فكره كتكون الخدمه الحمد لله راه نقيه حنا بينا نزيدوا بالدوار ديالنا القدام وبغيت نوريكم واحد المنظر هنا شوفوا الوالد والوالدة بنجال شلفصه يلاه جوج شلفصه ها الوالد دبرنا لي على خدمه المهم شحال تخلصوا شحال داكشي اللي كنعرف حنا راه خدام 70 درهم 70 درهم الوالد والله الا شوف والماكله ديالك والله ما تلقى 70 درهم عند شي واحد اخر لفت هذا اللفت غادي عندك تفتح يديك خلي غير الدفره كتعلم كتعلم سير يلا سير غير خليه يتعلم غير بعد سير بحش معاه سير حش معاه سير واش خصو يخصب جلابيه ولا حيد جلابيه شدي خلي صافي يلا سير لا الحاج ها الحاج ها ها زين الحاج ها فيه جينا جي لحدايا جي لحدايا ماشي هادشي الوالد هكا كنت دابا راه انت في السطاج دابا لا كنعرف غازي زيدك ماشي هكا شوف وين كي كيدير ماشي شوف بحال بوريو بلاك بلا توقف وقف شوف هادي شوف هادي هو عنده المضى يلا شوفوا شكون فيسبوك شكون غادي يدير واحد الكميه كبيره زيد زيد يلا سير 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 زيد 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 الوالد يلا الوالد يلا يلا با يلا با يلا يلا زيد 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 يا سعيد الحاج صافي صافي واش درا الحاج درج درج مالحاج صافي تعاد تعاد صافي المرزية حسين المرزية المرزية الوالد كيحيد الفصال انت هذيك البقرة اللي خلينا في الدار مسكينة باش نعلفوها واش غتعطي عطي الحليب اللي ديال دار السوق دير لا مارش قال لي اعطيها الربيع وتعطيك الحليب الا ما عطيتيها الربيع ما تعطيك الحليب الدراري ديال الدوار شي تحيه تحيه لك السي يوسف السي يوسف قول للناس اللي بغيتي الله يعمر هذا مرحبا بكم مرحبا بالجميع الله يحفظك السي يوسف الوالد ديالك ديما تبارك الله ديما الخدمه الفلفله الفلفله الحلوه الحاره الحاره هذه الخيزو ولا نشوف ولا نكي دير مك الورد شنو راه شي حنا هادي ما تبارك الله القرع راه هي القرع الثاني ليها الخيزو طري الخيزو غير غسلوا الوالد وكل ما داو في لحيه راه ما كاينه طبيعي كل شيء هادشي عندهم والله الا طبيعي ما عندكش الدواء الدواء يديروا الفلاحه Gute Nacht mit Rosen bedacht, mit Näglein behängt.
المهم راه حنا قلنا الوليد ان شاء الله العام الجاي راه غادي يصور واحد الفيديو هنايا، واحد فيلم ديال الوجع التراب. يقول لهم التفاصيل ديال الفيلم وجع التراب شنو هو. من نجيو دارنا الطريق والشاشه هنا. كاين شي طريق هنا؟ كاين طريق. حيدوا الصنداله ديالكم. الشركه ديالنا Christian climbs down, schaff nun selig und süß, schau im Traums Paradies, schlaf nun selig. Thank you, شكرا. ودابا غادي ندخلوا لواحد المدرسة. بقات سميت هاد المدرسة وحدات توريد. فرقوا عليهم معقيم داكشي كامل اللي جبنا. بسم الله. زيد الصلاة طلو. بسم الله. Guten Abend, gute Nacht. Was ist das für ein Hallo?